احتجاجاً على إصدار مؤسسة كهرباء لبنان بياناً منذ يومين يقضي بتأمين الخدمات للمواطنين في مراكز بديلة عن المبنى المركزي والمراكز المحتلة من قبل المياومين بحسب ما جاء في بيانها، رد المياومون باعتصامات موزعة على مختلف المناطق اللبنانية. ففي دورس البقاعية قطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة مؤكدين عدم التراجع عن مطالبهم. ما زالت إدارة مؤسسة كهرباء لبنان مصرة على تعسفها وعلى مذكراتها السابقة الجائرة بحق المياومين. في قبلياس اكتفى المياومون باعتصام أمام مراكز المؤسسة. نجد كل الشرفاء بهالبلد أنه ينظروا بوضع 1850 عائلة، هذه 1850 عائلة في حال ضل المسيو حايك على قراره بالمذكرة اللي بتقول أنه إدخال 897 مياوم على مؤسكر لبنان على الملاك، في 1000 عائلة اللي هتقعد بالشارع. وفي صيدا وصور طالب المياومون شركة دباس بصرف أجورهم وإلا. على حد حالنا كل يوم العبرية مثل هيدي، يعرف المدير العام والموظفين كلهم ورؤساء الدوائر إنه مش حنسكت عن حقنا. 4 أشهر قاعدين ببيوتنا رشاد وعم بعدنا أطلع مع جدنا وعم نشتغل. نحن عم نشتغل بعدنا وما حدا عم يعطينا معاش. بدي وجه كلمة بس للنقابات اليوم. على هذه النقابات اللي هي ممثلة العمال بعرف تعتبر نفسها أمام 24 ساعة ليتحركوا من أجل مصلحة العمال، وإلا رح نبحث على تأسيس نقابات تحمي حقوق العمال. إذن من البقاع إلى الجنوب مرورا برشية، تحرك المياومين لم يهدأ ويبدو أن نهايته لن تكون قريبة.